هم عاوزين ان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل لهم معجزات وآيات، ولا يعلمون ان الكون بحالته الراهنة بما فيه من قوانين وإبداع هو أعظم بكثير من خرق القوانين، أعظم بكثير من القوانين اللي محطوطة في الكون دلوقتي، أعظم بكثير إن هي تتخرق. هي وجودها كده آية أكتر من إن هي إيه تزول. فإحنا يا جماعة غرقانين في الآيات والنعم.